تمر جميع نساء العالم بمرحلة انقطاع الطمث، وهي مرحلة عادة ما تصاحبها أعراض مزعجة كما تصفها هبة، وهو اسم مستعار، التي لجأت لما يعرف بالعلاج الهرموني البديل لتخفيف حدة هذه الأعراض. كان إيدي سنة قاطعة عند الدورة الشهرية، كان يصير عندي حبات سخنة، تعرق، قلق بالليل، كنت ما أقدر أقعد بأماكن مغلقة كتير، أوقات كتير أضطر إني أترك ميتينجز قاعدة فيهم لأن حسيت خلص شوبت وعبقت. هدول كلهم من بعد ما أخذت التريتمنت ارتحت تقريباً حوالي 80%. فما هو هدف العلاج الهرموني البديل؟ يقول أطباء إن الهدف الرئيسي من هذا النوع من العلاج تعويض هرمونات أنثوية مثل الأستروجين والبروجسترون، اللذين ينخفضان بشكل تدريجي مع انقطاع الدورة الشهرية، وهي مرحلة تقول منظمة الصحة العالمية إنها تتراوح ما بين عمر 45 و55 لدى النساء، وتبدأ بالفعل بعد توقف الطمث نهائياً لمدة 12 شهراً متصلة. ولكن مما يتكون العلاج الهرموني البديل تحديداً؟ لو السيدة الرحم موجود، بنحتاج إن احنا ندي هرمونين، هرمون الإيستروجين وهرمون البروجستيرون. الإيستروجين هو اللي بيدي النتائج اللي احنا عايزينها، زي الأعراض بتاعة الصهد أو نوبات العرق، زي قلة النوم، زي أحيانا في بعض الحالات الاكتئاب، ألام العظم. لكن إعطاء هرمون الإيستروجين فقط قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة على الرحم. وجود هرمون البروجستيرون مع الإيستروجين في الستات اللي موجود عندها الرحم بيمنع هذه الأعراض الجانبية على الرحم. ولكن يحذر أطباء من أن العلاج الهرموني للأعراض الناجمة عن انقطاع الدورة الشهرية ليس مناسباً بالضرورة لجميع النساء. أول شيء لنحدد أنه الإمرأة هي كانديديت أو فينا نعملها العلاج، في عنا كذا أوبشن أو كذا شغلة لازم نعملها. أول شيء لازم نتأكد أنه ما في عندها مشاكل بالقلب، ما في عندها مشاكل ضغط، لازم نعمل صورة للثدي نطمن أنه ما في عندها مشاكل بالثدي، ولازم نتأكد كمان من نعمل صورة للرحم نتأكد أنه مثلا ما في عندها كثافة أو سماكة غير طبيعية على بطانة الرحم أو شيء ممكن نحن إذا عطينا العلاج الهرموني منصير منضر أكثر ما أنه نفيد. ويأتي العلاج الهرموني البديل في صور مختلفة تختارها النساء على حسب رغبة كل منهن. العلاجات الهرمونية بتبقى في منها أشكال، أول حاجة أكثر شيوعاً يعني التابلت دي اللي هي الأقراص، بعد كده بيبقى في الفاجينال التابلت، حاجات اللي هي الأقراص المهبلية، وفي بقى جل أو كريمات. والإقبال لأ مش شديد قوي، يعني أنا شغالة بقالي فترة كبيرة، لأ ما كانش في شتات كتير بيجي فيها الأدوية الهرمونية. ورغم توفر هذا النوع من العلاج يبدو أنه لا يلقى إقبالاً كبيراً من جانب نساء كثر في العالم العربي، فبعضهن يخشين أعراضه الجانبية في حين لا تعلم أخريات بوجوده من الأصل. إثار شلبي، بي بي سي.